بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا عرض تعريفي بميدان اللغة والأدب العربي في جامعة قصد مرباح بورقلا السنة الجامعية 2019-2020. تهدف هذه المادة التي أقدمها أنا الأستاذ عبد الناصر مشري، مسؤول ميدان اللغة والأدب العربي في كلية الآداب واللغات بجامعة قصد مرباح ورقلا، إلى التعريف بهذا الميدان من حيث طبيعة التكوين الذي يقدمه للطالب وأهم المسارات التي يتفرع إليها في مرحلتي الليسانس والماستر، وكذا الآفاق الوظيفية التي يمكن للطالب المتخرج الاشتغال فيها، والقطاعات المهنية التي يمكنها استيعاب المتخرجين بشهادة ليسانس أو الماستر في هذا الميدان. ويجدر التنويه إلى أن هذا الخطاب موجه إلى الفئات التالية: أولا، الناجحون الجدد في شهادة البكالوريا. ثانيا، منتسبو قسم اللغة والأدب العربي بجامعة قصد مرباح وباقي جامعات الوطن. ثالثا، المؤسسات العامة أو الخاصة المؤهلة قانونيا لتوظيف خريجي أقسام اللغة والأدب العربي كقطاع التربية أو قطاع الثقافة أو قطاع الإعلام أو مؤسسات التوثيق أو الجامعات أو المعاهد أو غير ذلك. وأخيرا، عموم الجمهور للإطلاع. أولا، التعريف بميدان اللغة والأدب العربي في كلية الأداب واللغات في جامعة قصد مرباح ورقلا. ميدان اللغة والأدب العربي هو واحد من ميادين التكوين وفق نظام الألمدي في جامعة قصد مرباح ورقلا، يقدم تكوينا أكاديميا في تخصص اللغة والأدب العربي وفقا لعرض تكويني معتمد في السنة الجامعية 2017-2018، يهدف إلى تكوين الطالب الجامعي في هذا المجال ليتخرج بشهادة ليسانس في اللغة أو الأدب العربي أو شهادة الماستر في أحد الفرعين، الدراسات اللغوية أو الدراسات الأدبية، وهي الشهادة التي تتوج بها الدراسة الجامعية وتؤهل حاملها إلى ممارسة الوظيفة أو ترشحه إلى التكوين في الدكتوراه، فيتخرج حاملا لشهادة الدكتوراه في تخصص من تخصصات اللغة أو الأدب. التكوين ومساراته: أولا، مرحلة ليسانس. السنة الأولى قوامها سداسيان، الأول والثاني، يتلقى الطالب فيهما جملة من المعارف المشتركة بين اللغة والأدب، تتوزع مقاييسها على 4 وحدات، هي الوحدة الأساسية والوحدة الأفقية والوحدة الاستكشافية والوحدة المنهجية. تتضمن كل وحدة عددا معينا من المقاييس، وتشكل الوحدات مجتمعة كما معرفيا يجمع بين العلوم الأصيلة في التخصص والعلوم المساعدة التي تعد معارف مساعدة لا غنى عنها للطالب. السنة الثانية يتوجه الطالب الناجح في السنة الأولى إلى أحد فرعي التكوين في السنة الثانية، السداسي الثالث والسداسي الرابع، وهما الدراسات اللغوية أو الدراسات الأدبية، ويتكون كل فرع من الفرعين من 4 وحدات كذلك، هي الوحدة الأساسية والوحدة المنهجية والوحدة الأفقية والوحدة الاستكشافية. كما يتميز كل من الفرعين عن الآخر بالتركيز عن المقاييس اللغوية أو المقاييس الأدبية، حيث يهتم الفرع اللغوي بعلوم اللسان، فيما يهتم الفرع الأدبي بالنص الأدبي بالنظر إليه من زوايا متعددة. أما في السنة الثالثة فإنه ينتهي المطاف بالناجح في السنة الثانية إلى أحد التخصصين في السنة الثالثة، أي السداسي الخامس والسداسي السادس، وهما تخصص الأدب العربي وتخصص اللسانيات التطبيقية، حيث يقدم للطالب مادة معرفية أكثر عمقا وتخصصا كلا في مجال تخصصه، إما التخصص الأدبي أو التخصص اللغوي. وفي إطار التكامل المعرفي والتكوين المتوازن الذي يكفله نظام الوحدات، في مرحلة الماستر وبعد حصول الطالب على شهادة ليسانس في أحد التخصصين المذكورين، يمكنه متابعة تكوينه وفقا لانتقاء حسب ترتيب المعدلات وإمكانات القسم التأطيرية في أحد التخصصات الآتية:
إما اللسانيات التطبيقية أو اللسانيات العربية أو الأدب العربي الحديث والمعاصر أو الأدب العربي القديم. ويمتد التكوين في الماستر طيلة سنتين دراسيتين كاملتين، أي 4 سداسيات. يكون التكوين في السداسي الأول والثاني والثالث حضوريا وفق نظام الوحدات، ويتفرغ الطالب في السداسي الرابع لإعداد مذكرة التخرج لتتوج هذه المرحلة بشهادة الماستر في اللسانيات العربية أو اللسانيات التطبيقية أو الأدب العربي الحديث والمعاصر أو الأدب العربي القديم، وهي الشهادة التي تمكن حاملها من التوجه للحياة المهنية أو الترشح للدكتوراه. أما طريقة التقييم فإن التقييم يكون في جميع المستويات والتخصصات المذكورة من خلال الرقابة المحروسة نهاية كل سداسي، وكذا التقويم المستمر والأعمال الموجهة، وتتوج مرحلة ليسونس بإعداد مذكرة التخرج كما الحال في مرحلة الماستر التي يفرغ الطالب كليا فيها طيلة السداسي الرابع لإعداد مذكرة في تخصصه تناقش وتعطى علامة تدخل في احتساب معدل النجاح. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإمكانات التأطيرية للقسم، أي عدد الأساتذة وعدد الحجرات، فرضت الاقتصار على الاختصاصات والفروع المذكورة أعلاه، حيث يشرف على التكوين في ليسانس مسؤول الشعبة، وعلى التكوين في الماستر مسؤول الاختصاصات، وهم 4: مسؤول اختصاص اللسانية العربية، مسؤول اختصاص اللسانية التطبيقية، مسؤول اختصاص الأدب العربي الحديث والمعاصر، ومسؤول الأدب العربي القديم، وينسق العمل بينهم جميعا مسؤول الميدان. أما المهام الإدارية فيتولاها رئيس القسم مسنودا برئيسي قسم مساعدين، واحد للبيداغوجيا والآخر للدراسات العليا. أما هيئة التدريس فتتكون من 53 أستاذا، منهم 8 أساتذة برتبة أستاذ تعليم العالي، و22 أستاذ برتبة أستاذ محاضر ألف، و7 أساتذة برتبة أستاذ محاضر باء، و15 أستاذ برتبة أستاذ مساعد ألف، وأستاذ واحد برتبة أستاذ مساعد باء. وكذا مصلحة للتدريس، ومصلحة للمتابعة والتقييم، وأخرى للتكوين العالي، ورابعة لمتابعة أنشطة البحث. فضلا عن عدد من المخابر، وهي مخبر النقد ومصطلحاته، مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، مخبر لسانيات النصية وتحليل الخطاب، حيث لهذه المخابر أنشطة حثيثة على مدار السنة الدراسية كلها من إعداد ملتقيات وندوات وأيام دراسية وأيام علمية ولقاءات مع الطلبة، فضلا عن الدوريات التي تصدر عن كل مخبر بشكل منتظم وبصفة معتمدة. ويمارس الإشراف العلمي والبيداغوجي عدد من اللجان، منها اللجنة العلمية للقسم، واللجان البيداغوجية للمستويات، لجنة بيداغوجية لكل لجنة بيداغوجية لكل مستوى، ومجلس تأديبي، وكذا لجان علمية تنشأ عند الضرورة لتنظر فيما يعرض من شؤون علمية متعلقة بالجانب العلمي إن للطالب أو الأستاذ. أما الآفاق المهنية للمتخرجين فإن هذا التكوين يمكن الطالب وفق هذا العرض من العمل في ميدان التعليم بأطواره المختلفة، حيث يمكن لحامل شهادة الماستر التوظيف على أساس الشهادة في المسابقات التي تفتحها وزارة التربية والتعليم كل سنة، كما يمكن لحامل شهادة الليسانس أو الماستر العمل في مجال الإعلام والاتصال، تلفزة، مجلات، إذاعات إلى آخره، إما محررا أو مقدما أو مصححا لغويا أو ما إلى ذلك. كذلك في مجال الثقافة والمكتبات العامة أو الخاصة، مستشارا في مجال الأدبي أو مراجعا للمادة الأدبية أو النقدية أو اللغوية أو ما إلى ذلك. في مجال الكتابة العمومية أو التوثيق، محررا إداريا أو مدققا لغويا.
أما أولئك الذين واصلوا دراساتهم العليا وتحصلوا على شهادة الدكتوراه فإن الجامعات الجزائرية وحتى الجامعات في الخارج تفتح أبوابها لتوظفهم أساتذة في قطاع التعليم العالي. هذا ونتمنى التوفيق لكل منتسبي قسم اللغة والأدب العربي وكل منتسبي جامعة قصد مرباح ورقلة طلبة وأساتذة، والله يهدينا إلى سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.